مرحبا ترحيب تلبد وبسين إعداد مهبة هبوب عدية يا ربيدل. قم يا جيل مدرح قوم عمك برجة ومر على المساقيل كلهم. شكل الديك غفى وراحت على نومة. خلني بروح أشوفه. ما هي بعادت اللي ينام يفوت. اليوم ما أذنت وش البلية اللي انت داست حدك يا حليلك حليلة يا حبيبي انت جايتك نفسية بعد الولادة مبروك ما جاك طال عمرك ويش ويش أديك بعض أفا يا رخمة طايض يلي ما تستحي أكتبت وضيب وصلة قدام العرب اللي حولنا في حقيقة الأمر أن هذا الموضوع حالة علمية نادرة جدا جدا وبإمكاننا أن نعاون العالم ونضع يدنا بيديهم في هذا الاكتشاف اقطع فخص حتى ما تفضحنا بين العرب والديار اللي حولنا بديكنا تباهم يقولون ديكم دجاجة في حقيقة الأمر يقال أنه في أوروبا وخصوصا في القرون الوسطى تم إحراق ديك لأنها قدباض يا عزيزي لأن هذا قد يجعل الناس يدرجون الموضوع ضمن نطاق الشعوذة والعياذ بالله وهذه فرصة نادرة جدا جدا لتوثيق الحدث بطريقة مدروسة ولأول مرة انحرقه؟ البخ ولا تحرك هل انت بتسوي لي فيها فحل؟ يا فضيحة حدنا فضيحة عند الديار اللي حولنا وش قولك يا برجة؟ ممتاز معلومة جديدة والله ما قصرت هديك ما يبيض اشوف اللي جبت معك هالموسوعة عز الله ما جبت علم طح حظك انت تفاتر يعني ما تعرفين من دخل اشي البارح لا والله لا والله كنت عند الكوافيرة اصبغ شعري حتى شوف وانتي والله ما قربت عشك ولا جيت جنب بخاف يعني ما تبون تعترفون من اللي حطت بيضتها بعشي تسرقون فلوس من ثوبي اذا رحت
التجارية أمشيها لكم، رايحين جايين على كيفكم، تسيرين على الجيران وتروحون السوق الكوفيرة ما يخالف، لكن توصل معكم إنكم تدسون بيض بعشي عشان تهينوني قدام العالم. الحين أنت تحسين بالبيضة لما تبيضينها ولا تصحين وتلقينها تحتك؟ يا ويلي ويلاه، التيس وين راح؟ تكفون يا غريماتي، التيس ضاع. يا ويلي ويلاه، هني التيس. تيسي تيسي، تعال اكشف عليك، لا تكون حامل مثل ديك الشيخ. تعال يا حبيبي تعال. شيخ ومتهندب ومنطرد. اضحك بدر يجيل. وشو اقول؟ قم قام عصبك من محلي يا طفاش، ترى اللي فيني كافيني والهم داكن صدري دك، لا تمازحني وتلعبني اليوم. هب قم من محلي، هذا محلي اللي استحقه من ابوي وجدي. وش خرميتك انت هذه؟ انت نسيت ذاك النهار يوم طلبتك تنازل عن الشيخه لي؟ ابشر انت الشيخ. ايه اعتبره وعد. يقول وعد ابقي وعد وبعطيك كل حلالي، بس متى؟ لا باب الديك. ابك تفكى تفكى يا طفاش، ابك مني لا تخلص مدتي. ايش مدته لك؟ 25 سنة وانت شيخ علانا، خلك رجال عند كلمتك. طيب يلا يا معتز يا شريهان، نبرمع خيمة عمكم ابو رجل، انا بجلس عندك كم يوم. يا مصاقيل يا مصاقيل، اديك باب اديك باب، وشيخكم تغير يا مصاقيل، اديك باب. ايه هبي وجهه، ابك انت ما تستحي جاي تدفن ذنبك هنية في منطقتي. استر علي الله استر عليك، انا صديقك من ايام متوسطة. تهاكم ما اعرفك ولا تعرفني، انقلع ولا حد اشوفك ورقبك بمسحها من جوالي. وشلون احذف رقمك؟ انزل بعد، بس اضغط يمين، ديليت كونتاكت، اضغط يس، خلاص كذا انحذف. انقلع انقلع والعادة اشوفك هنا يا ابو بيضة. حيث انه طال عمرك انا قد طلبت من الشيخ مصقال. لا تقول شيخ. هو ماذا تباني اقول؟ قل المدعو مصقال. المدعو مصقال، قد طلبت منه اننا نقوم باعلان هذا الحدث للعالم لكي تاتي الجهات المختصة، لكنها رفض بتاتا البتة، فبودي اقوم بتقديم طلبي هذا لك طال عمرك. هي هي هي، نادهم كلهم وناد الجرائد وقنوات التلفزيون، خلهم يصورون الحدث المهم هذا وكيف انه خلاني شيخ المصاقيل، وباك تشدد الحراسة على الديك وبيضته عشان نحميها من كيد الاعداء والنوايا المغرضة.
رئيس شوار حق عرفي وجيت أدوره، قلت يمكن أخطيه ولا احتجتيه. بق بق بق، مفروض أصدقك يعني. يلا انزل انزل على نادي أبونا الحين يتوطاك. كوكو 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 كوكو، قمتوا ولا عساكم ما قمتوا؟